بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في المحاضرة الثانية من كورس إدارة مشاريع البرمجيات. في هذه المحاضرة إن شاء الله هنغطي بعض المفاهيم الأساسية اللي عندها علاقة بالكورس. هنتكلم عن إدارة المشاريع، الفريق بينه وما بين إدارة البروجرام والبرامج وما بين البورتفوليو مانجمنت، وبرضو هنعرف مع بعض البروسيسز جروبس الأساسية أن احنا محتاجين لها لإدارة المشاريع. احنا كما ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه عندنا 49 عملية إدارية. هذه العمليات الإدارية تم تقسيمها إلى مجموعات منطقية، فحنتعرف مع بعض على هذه المجموعات المنطقية. طيب، لما نتكلم يا اخواننا عن إدارة المشاريع داخل المؤسسات، حقيقة عندنا المشروع نفسه اللي هو زي ما عرفناه، قلنا انه هو عبارة عن يونيك انيشيتيف، هو عبارة عن مبادرة بتكون متفردة. الدي تو دي اكسكيوشن اللي هي الأعمال اللي احنا بنقوم بها اون دايلي بيزيس، اللي هي الاوبريشن زي ما عرفناه المرة اللي فاتت، وعرفنا الفريق ما بينه وما بين او ما بين المشاريع. طيب، لكن داخل المؤسسة لما نتكلم عن إدارة المشاريع بالتأكيد احنا محتاجين لمستويات إدارية قد تكون أعلى من مستوى المشروع، اللي هو عندنا البروجرام. والبروجرام هو دائما بيمثل لي في المؤسسات عبارة عن بزنس أريا أو مشاريع في علاقة موجودة بيناتها. هنتكلم عن الموضوع ده لسه بالتفصيل أكثر إن شاء الله. ولما نتكلم عن البورتفوليو بنعين للمؤسسة ككل، أو قد في بعض الكوربريت أو المؤسسات الضخمة قد نعاين لديبارتمنت محدد او لقسم محدد. طيب، داخل المؤسسه لما نتكلم عن تنفيذ المشاريع، لابد انه المشاريع بيتم تنفيذها داخل المؤسسه، يتم ادارتها والتنسيق فيما بيناتها بصوره جيده، ولازم نتاكد برضو انه المشاريع دي في النهايه بتدعم الاهداف الاستراتيجيه بالنسبه للمؤسسه. فيبقى عندنا بورتفوليو بالنسبه للشركه كلها عباره عن مظله، ده البورتفوليو بيجي تحته مباشرة بعد ذاك مجموعة بتاعت programs، كل واحد من ديل عبارة عن program. البروجرام هو عبارة عن مجموعة بتاعت projects. فيبقى في النهاية نحن لما نتكلم عن إدارة المشاريع لابد إنه كلها نعاين لها مع بعض وفق الرؤية الكلية اللي هي البورتفوليو بتاع الشركة والاستراتيجية بتاعت الشركة. عشان كده لما نتكلم عن إدارة المشاريع هنلاقي إنه عندنا البورتفوليو مانجمنت، وعندنا البروجرام مانجمنت، وعندنا بروجكت مانجمنت، وعندنا بعض الأعمال حنديرها as operation مانجمنت اللي هي day to day execution. طيب، عاوزين نعرف الفرق ما بين إدارة المشاريع في المستويات المختلفة دي، إذا كان على مستوى البروجكت أو على مستوى البروجرام أو على مستوى البورتفوليو، وعاوزين نشوف إنه في كل مستوى إحنا قد نكون مهتمين بشنو أو بنركز على شنو. طيب، هنبدأ ب البورتفوليو مانجمنت. لما نتكلم يا اخوان عن إدارة البورتفوليو، نحن نتكلم هنا عن المؤسسة كلها، بنتكلم عن الأهداف الاستراتيجية بالنسبة للمؤسسة. فدائما لما نتكلم عن البورتفوليو يبقى نحن الفوكس بتاعنا، التركيز بتاعنا is large، فيبقى large focus، وبنركز على المؤسسة ككل زي ما قلنا. وقد في بعض الكوربريت الضخمة، في بعض المؤسسات الضخمة قد نركز على ديبارتمنت. لما نتكلم على البورتفوليو هي عبارة عن مجموعة بتاعت بروجرامز بلس بروجكت، زي ما شرحنا قبل شوي انه البروجرام لانه بيمثل المؤسسة داخله بتكون في مجموعة بتاعت بروجرام او بروجكتس. دائما البورتفوليو التركيز بتاعه بيركز على اللونج تيرم، فنحن بنعاين دائما على المستوى التنفيذي التكتيكي اللي هو القريب المدى او القصير المدى او الميد تيرم او الشورت تيرم. احنا قاعدين نعاين لونج تيرم، بنعاين لبعيد. عشان كده بنقول انه دائما البورتفوليو احنا قاعدين نعاين للبزنس اوبجكتيف، قاعدين نعاين للاورجنايزيشنال اوبجكتيف، بنعاين للاهداف بتاعت المؤسسه، اهداف البزنس بتاعنا، وقد نعاين للاستراتيجيك اوبجكتيف، بنعاين للاهداف الاستراتيجيه اللي احنا بنسعى لتحقيقها. طيب، في المستوى ده احنا حقيقه اللي هو على مستوى المؤسسه بنكون عاوزين نتاكد بانه كل المشاريع اللي احنا قاعدين ننفذها داخل المؤسسه انها في النهايه بتدعم لي اهداف المؤسسه، وبتدعم لي الاهداف الاستراتيجيه بالنسبه لي المؤسسه. وده بيخلي انه البورتفوليو مانجمنت يكون عنده ابروفال اوثوريتي، يكون عنده سلطه بتاعه مصادقه او موافقه
انه تو ستارت، انه نبدا مشروع محدد او بروجرام محدد، او حتى نوافق على الاوتبوتس اللي بتجينا منه. فيبقى في الليفل بتاع البورتفوليو نحن دايما نتاكد انه اي مشروع حننفذه انه هو بيتماشى مع الاستراتيجيه بتاعه المؤسسه، بيتماشى مع الاهداف اللي احنا عاوزين نحققها داخل المؤسسه، وبالتالي البورتفوليو مانجمنت عندها الحق انها تقول انه والله المشروع ده نحن نبداه، المشروع ده لا من المفترض انه ما نبداه لانه is not supporting، ما بيدعم لي الاهداف الاستراتيجيه بالنسبه للمؤسسه. وبالتالي لما نجي نعاين للبورتفوليو بنلاقي انه الشكل بتاعه كده. البورتفوليو معناته في مجموعه بتاعت بروجرامز اللي هي برامج، وعندنا مجموعه بتاعت بروجكتس ممكن تكون دايركتلي بتتبع للبورتفوليو، والبروجرام بعدها ممكن تكون داخله مجموعه بتاعت بروجكتس. طيب نجي للليفل الثاني اللي هو الليفل الاقل. احنا قلنا البورتفوليو في الاول، بيجي تحته طوالي بعد ذاك البروجرام مانجمنت. طيب بالنسبه للبروجرام هو عباره عن ريليتد بروجكتس with a common theme، يعني هي عبارة عن مشاريع في حاجة مشتركة بيناتها. هنتكلم عن الحاجة المشتركة دي هي شنو. ودائما البروجرام بيكون عندها بزنس فوكس محدد، أو قد تركز على يونت محدد. عشان كده قلنا إنه بين البروجرام قد يكون المشاريع اللي عندها علاقة بديبارتمنت محدد، عندها علاقة بقسم محدد مثلا. ودائما البروجرام التركيز بتاعه هو ميد تيرم فوكس، يعني بتركز دائما على مدى متوسط خلينا نقول. والفكرة الأساسية بتاعت البروجرام مانجمنت والدور الأساسي، احنا قلنا في البورتفوليو الدور الأساسي انه نتأكد من انه المشاريع والبروجرام متماشية مع الاستراتيجية ومع أهداف المؤسسة. في البروجرام الدور بتاعنا الأساسي انه نعمل عملية بتاعت coordination اللي هو coordinates الresource والdependencies across the project. يبقى اخوان البروجرام انه احنا دايرين نعمل عمليه بتاع التنسيق بالنسبه للموارد وبالنسبه للاعتماديه الموجوده ما بين المشاريع. وعندنا اخواننا هنا يعني قاعده ذهبيه لابد انه ننتبه لها، انه البروجرام من المفترض انه نستخدمه او نعمله اذا كان فعلا بيضيف لي قيمه، اذا كان في ادد فاليو من انه نحن نعمل بروجرام مانجمنت. طيب والادد فاليو دي باختصار شديد ما حنلقاها الا اذا كان المشاريع اللي احنا عاوزين نديرها مع بعض از بروجرام، ناخدها مع بعض نقول والله ياخد بروجرام في بروجكت 1 بروجكت 2 بروجكت 3، الا اذا كان المشاريع دي واحد من اثنين او الاثنين معا انه بتستخدم ريسورسز مشتركه او في اعتماديه موجوده بيناتها. اذروايز البروجرام ما حيضيف لي قيمه، وحتبقى التكلفه بتاعته عبارة عن تكلفة في المقابل لها ما في أي قيمة حقيقية. طيب نضرب مثال عشان القصة تبقى أوضح. لو أنا عندي مشاريع داخل مؤسسة بتستخدم shared resources، عندي كم مشروع مثلا بتاع software عاوز أنفذهم، لكن عندي مثلا ناس البزنس analysis ديل في الشركة وهم نفرين أو ثلاثة أنفار مفترض أنهم يشتغلوا في كل المشاريع دي. في الحالة دي لو خليت الموضوع للبروجكت مانجرز، كل زول حيكون داير البيزنس اناليست ده يكون قاعد معه اول ذا تايم داخل المشروع مثلا، فمحتاجين لزول يكون قاعد فوق المشاريع دي او جهه تكون قاعده فوق المشاريع بنسميها البروجرام، وعندها اطلاع عارف المشاريع دي الحاصل فيها شنو، عشان تحدد انه 200 البيزنس اناليست دي المفترض انهم يكونوا في البروجكت 1 و200 يكونوا في بروجكت 2 و200 يكونوا في بروجكت 3 بناء على البلانز بتاعه المشاريع بناء على التنفيذ بتاع هذه المشاريع. طيب بالطريقه دي بالتالي الشركه والمؤسسه ممكن تقلل من عدد الريسورسز اللي احنا محتاجين ليهم لاداره المشاريع، لانه ممكن يحصل عمليه بتاعه يوتيلايزيشن اللي هي استفاده من الموارد المتاحه دي الى اقصى حد ممكن. مثال ثاني مثلا اذا عندنا مشاريع في اعتماديه بيناتها، اذا احنا عندنا مشروع مفترض انه نطور سوفت وير على سبيل المثال، وفي نفس الوقت عندنا مشروع ثاني قد يكون عنده علاقه مثلا بتجهيز داتا سنتر، السوفت وير ده بعدين مفترض انه تبي هوستد مثلا في الداتا سنتر المحدده. هنلاحظ انه هنا بعض الانشطه قد تعتمد في المشروع A قد تعتمد على بعض الانشطه الموجوده في المشروع B، وبالتالي نحن محتاجين تحصل عمليه بتاع التنسيق ما بين هذه المشاريع فيما يتعلق بالنشاطات الفيها اعتماديه اكروس البروجكتس المختلفه دي، وفي الحاله دي حنكون محتاجين لبروجرام مانجمنت. طيب اذروايز اذا المشاريع دي ما في اي علاقه موجوده بيناتها وبالتالي ما في كومون ثيم بيجمعهم مع بعض، فحيبقى ما في فايده من انه احنا نعمل بروجرام مانجمنت. فيبقى البروجرام مفترض ان احنا نستخدمه اذا كان فعلا هو بيضيف لي فاليو بالنسبه للمؤسسه في حاله اداره مشاريع مع بعضها البعض.
طيب لما نتكلم عن البروجرام، البروجرام يا اخوانا هو عباره عن مجموعه بتاعه بروجكتس، اللي هو المشاريع اللي قلنا بياناتها في كومون ثيم، وبرضه ممكن يكون فيها شغل بتاع other related work اللي هو مثلا زي الاوبريشنال ورك اللي هو supporting البروجكتس دي. والاوبريشنال ورك مثلا ممكن يكون هي مثلا زي الحسابات، زي الاكاونتنج مثلا، زي اللوجيستيك، لوجيستكس وخير. فيبقى ممكن يكون في other related work بتخدم كل المشاريع دي، تكون under المانجمنت بتاعه البروجرام. طيب خلينا الان نعين للصوره الكليه، انه انا عندي بورتفوليو مانجمنت، والبورتفوليو مانجمنت هتبقى الاهداف بتاعته انه تو سيلكت اند بريوريتايز ذس البروجرام اند بروجكت، اللي هي اللي بتحقق لي الاستراتيجي جول بتاعه المؤسسه بصوره افضل. حيبقى عندي حته طوالي البروجرام مانجمنت، واللي هي بتعمل لي عمليه بتاعه كوردينيشن ومانجمنت بالنسبه للريليتد بروجكت عشان نحقق اهداف محدده. والريليتد بروجكتس دي زي ما ذكرنا قبل شويه، يا اما عباره عن ريسورسز او عباره عن ديبندنسي. طيب وبعد ذلك بيجي تحت البروجكت مانجمنت، اللي هو انه تو مانج الايفورت والاكتيفيتيز بتاعه المشروع عشان نحقق في النهايه هدف محدد. فيبقى لما نحن نعاين من اعلى لاسفل هنا، هنلقى انه مفترض كل المشاريع بتاعتنا تو بي دريفن باي الاورجنايزيشنال استراتيجي، بمعنى انه كل المشاريع بتاعتنا لابد ان يكون القائد بتاعه والموجه بتاعه هو الاستراتيجيه بتاعه المؤسسه. ولما نعاين العكس من تحت لاعلى، مفترض انه نتاكد بانه كل المشاريع بتاعتنا هي الايند، متماشيه مع الاستراتيجيه بتاعه المؤسسه. طيب زي ما عارفين البروجكت مانجمنت عباره عن حاجه تمبوراري، زي ما قلنا مسعى مؤقت، عنده يونيك ريكويرمنتس، عنده بيجينينج وعنده اندس، ومحتاج لريسورسز كما ذكرنا. طيب دارين نعمل هنا ذا كومباريتيف ديسكشن سريع ما بين المانجمنت بتاعه البروجكت والمانجمنت بتاعه البروجرام والمانجمنت بتاعه البورتفوليو، وات از ذا ديفرنسز، الاختلافات شنو ونقاط التشابه شنو. عشان نعمل العمليه بتاعه المقارنه دي حنتكلم في نقاط. فحنتكلم في البدايه عن السكوب. بالنسبه للسكوب، البروجكت بتاعنا السكوب بتاعه از ويل ديفايند. بالتاكيد لو احنا دارين نعمل مشروع، دار ابني بيت مثلا، المشروع السكوب بتاعي واضح، دار ابني بيت بمواصفات 1 2 3 4، يبقى ده السكوب بتاعي اللي انا هشتغل عليه. ودار اعمل سوفت وير، السوفت وير ده نظام بتاع تسجيل، النظام بتاع التسجيل بيعمل 1 2 3 4، فمفترض انه يكون واضح. فيبقى بالنسبه للبروجكت السكوب بتاعنا از ويل ديفايند، بيكون معرف بصوره دقيقه وبصوره واضحه. بالنسبه للبروجرام اتس مور فولاتايل، ما ثابت، غير مستقر. ليه؟ لان انت لما تيجي تعين للبروجرام سكوب، ما ده البروجرام هنا تحته في مجموعه بتاعت شنو؟ بتاعت بروجكتس، بروجكت 1، بروجكت 2، بروجكت 3، بروجكت 4. فيبقى السكوب بتاعي بتاع البروجرام هو عباره عن السميشن بتاع السكوبس الموجوده هنا، اللي هي بتاعت البروجكتس الاسفل هنا. البروجكتس دي ذاتها في البروجرام ممكن تكون ما ثابته، قد يكون في مشروع بيبدا وبعدين بيبقوا ثلاثه مشاريع، بتجي لحظه قد يكون في واحد منهم انتهى لكن لسه في مشروعين مستمرات. فيبقى حنلقى انه السكوب بتاعنا غير ثابت وغير مستقر، وبيتغير بناء على تغييرات ممكن تحصل على الليفل بتاع المشاريع هنا. طيب لما نيجي نتكلم عن البورتفوليو، السكوب بتاعي يا اخوانا هو الاستراتيجيك، اللي هو الاستراتيجيه بتاعه المؤسسه في هذه الحاله. لو دارنا عن المقارنه من حيث التغييرات، التشينجز يا اخوانا بتحصل دائما في المشاريع في الليفل التحت خالص، في الليفل بتاع المشاريع. فالتغييرات مفترض انها تو بي فولي مانج، لازم نديرها بصوره كامله. طبعا لما نقول تو بي فولي مانج ما معناته انه ما في تغييرات في المشاريع، يعني نحن لما نضع البلان معناته خلاص ثابته وتاني ما حد يتغير. لا، داون ذا رود احنا شغالين في المشاريع قد تحصل عندنا تغييرات، ولكن بيبقى المطلوب مننا في اداره المشاريع انه هذه التغييرات لابد انه تتم ادارتها بصوره كامله. طيب بالنسبه للبروجرام، التغييرات هي عباره عن تريد اوفز، لانه التغييرات ما بتحصل في الليفل بتاع البروجرام في الغالب، في جزء منها كبير حيحصل في الليفل التحت اللي هو الليفل بتاع المشاريع. طيب ففي الليفل التحت ده حيبقى لما نتكلم عن المشاريع، من المفترض انه اي تغيير بيحصل تحت هناك في المشاريع نحن طوالي هنا نعمل الادجستمنت المناسب او نقوم بالتعديلات المناسبه. يعني على سبيل المثال،
اذا عندي مشروع اللي تغير فيه الاسكادول بتاعه. طيب هاو الاسكادول ده ويل افكت الديبندنسيز الموجوده ما بين المشروع ده وما بين المشاريع الثانيه. كيف التغيير بتاع الزمن ده ممكن ياثر لي على الشيرد ريسورسز الموارد المشتركه اللي موجوده ما بين المشروع ده وما بين المشاريع الاخرى. طيب بالنسبه بالنسبه للبورتفوليو هي عباره عن مونيتورنج اللي هي التغييرات يا اخوان لانها بتحصل في ليفل بعيد خالص من البورتفوليو. فالبورتفوليو لابد انه يراقب تو مونيتور التغييرات اللي بتحصل في الليفل بتاع البروجكتس ده. ليه؟ لانه ممكن التغييرات دي تطلع المشروع ده من تحقيق الاهداف الاستراتيجيه بالنسبه للمؤسسه. ما اذا رجعنا قبيل قلنا البورتفوليو عنده الاوثوريتي انه تو ابروف اور اكسبت البروجكتس بناء على انه الى اي مدى هذه المشاريع يمكن ان تدعم الخطه الاستراتيجيه بالنسبه للمؤسسه او الاهداف الاستراتيجيه بالنسبه للمؤسسه. طيب فاذا حصل ابروفل لمشروع اند ذن داون ذا رود حصلت فيه كميه من التغييرات ممكن التغييرات تطلع من المسار بتاعنا بتاع الخطه الاستراتيجيه فيبقى البورتفوليو التغييرات لانها تحصل في ليفل بعيد خالص منه مفترض انه يراقب هذه التغييرات. طيب من حيث البلاننج البروجكت مفترض انه تو بي فولي بلاند عندنا حاجه اسمها البروجكت مانجمنت بلان. بالنسبه للبروجرام عندنا برضه بلان اتس بروجرام بلان وبالنسبه للبورتفوليو عندنا استراتيجيك بلان بالنسبه للمؤسسه. طيب من حيث المانجمنت الاداره البروجكت عنده ديديكيتد بروجكت مانجر عندنا شخص مسؤول دائما من اداره المشروع هو مسؤول من الريزلتس اللي احنا نوصل لها او النتائج اللي احنا حنوصل لها في بنهايه المشروع. البروجرام عندنا برضه شخص قد يكون مسؤول عنه اللي هو الفيجن ليدر. لكن لما نتكلم عن البورتفوليو ونتكلم عن الاستراتيجيه وكده هو اتس كروس فانكشنال تيم في الغالب هو عباره عن تيم بيكون كروس فانكشنال عنده مهارات مختلفه جايين من باك جراوندز مختلفه. ودائما لما نتكلم عن الاستراتيجيه بتاعت المؤسسه ما بيضاع مثلا الزول بتاع الاي تي ولا بيضاع مثلا الزول بتاع التسويق براو ولا بيضاع الزول بتاع الحسابات براو لكن محتاج ناس يكون عندهم مهارات مختلفه جايين من باك جراوندز مختلفه كروس فانكشنال تيم عشان يضعوا الحاجه دي مع بعض. طيب معايير النجاح شنو؟ What is the success criteria بتاعتنا؟ بالنسبة للبروجكت زي ما ذكرنا قبل هم الأربعة وفي المحاضرة السابقة اللي هو عندنا التايم عندنا الكوست عندنا السكوب وعندنا الكواليتي. فيبقى عشان نقول المشروع نجح يبقى لازم يحقق السكوب ينتهي within the budget on time and at agreed quality بالجودة المتفق عليها. بالنسبة للبروجرام ان احنا نحقق الاحتياجات بتاعتنا الكلية لانه البروجرام قبل نشأ عشان نعمل عملية بتاع التنسيق ما بين المشاريع فيبقى النجاح بتاعنا ان احنا ننجح في عملية التنسيق اذا كان بالنسبة لي shared resources او اذا كانت بالنسبة لي اعتمادية dependencies موجودة ما بين هذه المشاريع. بالنسبة للبورتفوليو السكسس بتاعنا ان احنا ننجح في تحقيق البيزنس بلان نحن ماشيين كيف how we are doing بالنسبة لي البيزنس بلان الى اي مدى نحن قدرنا ننجح فيها او نحققها. طيب العمليه بتاعت المراقبه المونيتورنج البروجكت بيراقب حاجه اسمها الورك باكج اللي هي دي الحزم بتاعت الاعمال الداخل المشروع المكونه للمشروع بتاع فيبقى اللي هي دي بيحصل فيها هنا النشاطات الاكتيفيتيز بتحصل هنا في المستوى ده فيبقى المراقبه مدير المشروع بيراقب هذه الورك باكجز. طيب بالنسبه للبروجرام لانه قاعد فوق له فالبروجرام تحته في شنو؟ تحته في بروجكتس فيبقى هو براقب شنو؟ براقب البروجكتس. طيب بالنسبه للبورتفوليو البورتفوليو تحته في بروجكتس وتحته في بروجرامز وتحته في اوبريشن فيبقى بالنسبه للبورتفوليو المونيتورنج بيحصل للبزنس بيرفورمانس از ا هول بنراقب الاداء بتاعنا بتاع البزنس بصوره شامله. طيب عاوزين نمشي لنقطه ثانيه يا اخواننا. لما بدينا احنا نطبق اداره المشاريع داخل المؤسسات ظهرت الحوجه لانه العمليه بتاعت اداره المشاريع داخل اي مؤسسه انه تحصل لها عمليه بتاعت ستاندردايزيشن واللي هي تبقى ستاندرد يعني وعشان نقدر فعلا نقيم الاداء بتاعنا ونحسن الاداء بتاعنا فيما يتعلق باداره المشاريع. وهنا ظهرت الحوجه لما يعرف بالبي ام او او البروجكت مانجمنت اوفيس. طيب البروجكت مانجمنت اوفيس هو عبارة عن وحدة مركزية centralized و standardized management of project فيبقى هي عبارة عن إدارة مركزية المهمة بتاعتها إنها تخط لي standard بالنسبة لإدارة المشاريع داخل المؤسسة وتحسن لي من طرق إدارة المشاريع داخل المؤسسة.
طيب لما جينا بعد ذلك نتكلم عن البي ام او ده ومفترض نديه صلاحيات قدر شنو او دور مفترض يكون شنو، عندنا ثلاثة اشكال او عندنا ثلاثة مستويات من البي ام او. المستوى الاول اللي هو بنسميه السبورتيف بي ام او، وسبورتيف بي ام او اللي هو البي ام او الداعم، البروجكت مانجمنت اوفيس الداعم، مكتب اداره المشاريع الداعم. وده المهمه بتاعته انه يدينا بوليسيز، يخط لنا لوائح لكيفيه اداره المشاريع، يخط لنا ميثودولوجيز وتمبلتس بالاضافه لليسونز، لليسونز يعني واللي هي الدروس المستفاده من المشاريع شنو. لكن ما عنده اي كنترول او الزام، سلطه بتاعت الزام للبروجكت مانجرز انهم هم ينفذوا او تفولو الحاجات دي. يعني على سبيل المثال لو عندنا بي ام او سبورتيف داخل المؤسسه، مدير المشروع لو داير يدير مشروع محدد بيجي يقول له والله يا اخي دي البوليسيز بتاعتنا، دي الميثودولوجيز اللي احنا قاعدين نستخدمها، الميثودولوجيز في المجالات المختلفه بتاعه التقدير بتاع الزمن مثلا، حساب التكلفه، الجوده، المعايير اللي احنا المفروض نلتزم بها، الريسك، التعامل معه وهكذا، المشتريات الى اخره. ودي التمبلتس اللي احنا قاعدين نستخدمها، الخطه بتاعتنا حقه يكون شكلها كده، التقارير بتاعتنا شكلها كده، التمبلتس المختلفه، بالاضافه للليسونز لين احنا والله في المشاريع السابقه اتعلمنا كده، والدروس المستفاده شنو. فده المستوى بتاع السبورتيف. الكنترولينج قالوا والله يا اخي احنا حقه البي ام او ده نديه صلاحيات اعلى شويه، واللي هو وصلنا الكنترولينج. الكنترولينج بيعمل نفس الحاجات اللي بيعملها السبورتيف، اللي هو بدي سبورت وبدي الجايدنس وبيعمل تدريب للبروجكت مانجرز، لكن عنده سلطه انه يتاكد الكومبلاينس اوف البروجكت مانجرز للاورجنايزيشنال براكتس، انه يتاكد بانه البروجكت مانجرز ديل قاعدين يلتزموا الكومبلاينس بالبراكتسز بتاعه المؤسسه. بمعنى انه قد يقوموا بعمليه مثلا بتاعه تفتيش، عمليه بتاعه مراجعه للمشاريع المختلفه عشان يتاكدوا فعلا المشاريع دي او مدراء المشاريع هم ملتزمين بالخطط او باللوائح او بالممارسات بتاعه المؤسسه المحدده. طيب في ناس بيفكروا انه برضه المستوى ده قد يكون غير كافي للبي ام او، دارين يدوا البي ام او باور اكتر تو امباور البروجكت مانجمنت اوفيس داخل المؤسسات، وقاموا مشوا للليفل الثالث اللي هو بنسميه الدايركتيف بي ام او البروجكت مانجمنت اوفيس، واللي هو ده بيقوم بكل الحاجات اللي ممكن يقوم بها الكنترولينج والسبورتيف، لكن عنده مستوى اعلى انه هو سوبرفايزنج البروجكتس، هو ريسبونسبل، هو مسؤول عن الريزلتس بتاعه المشاريع، وبالتالي زي كانه هو مشرف اشراف مباشر على مدراء المشاريع، مشرف اشراف مباشر على تنفيذ المشاريع داخل المؤسسه، وبيبقى النجاح او الريزلت النهائي اللي احنا حنصل لها من هذه المشاريع هي مسؤوليه البي ام او بصوره مباشره. طيب الكلام اللي عاوزين نقوله هنا يا شباب انه ما عندنا بنقول والله يا اخي السبورتيف هو الافضل او الكنترولينج او الدايركتيف هو الافضل، لكن القصه دي بتعتمد على المؤسسة وانه المؤسسة دي الى اي مدى هي ماتيور في الموضوع بتاع البروجكت مانجمنت، الكلتشر بتاعت المؤسسة شنو. فعلى سبيل المثال اذا احنا والله شركة جديدة وعندنا بروجكت مانجرز جايين from different backgrounds، جايين من different organizations، عندهم different experiences وكده، ودايرين نعمل بي ام او، في الحالة دي قد يكون من الانسب مثلا ان احنا نستخدم السبورتيف عشان تو بيلد الستاندردز بتاعتنا بتاعت اداره المشاريع مع بعض، وناخد يكون في فرصه انه البروجكت مانجرز دي يستخدموا او يبدعوا في عمليه اداره المشاريع، ونحن نتعلم ليسونز جديده لحد ما نصل في النهايه لستاندرد محدد. لكن اذا احنا والله مؤسسه ويل استابليش، عندنا فتره طويله جدا شغالين في اداره المشاريع، عندنا لوت اوف ليسونز ليرند وعندنا خبره كبيره، قد يكون من الانسب الان نمشي للاتجاه بتاع الدايركتيف، يبقى عندنا بي ام او حاكم بيدير المشاريع بصوره مباشره، بيحدد انه كيفيه اداره المشاريع، لان احنا عندنا اكسبيرينس كبيره جدا في اداره المشاريع، وبنينا اور اون ستاندردز في كيفيه اداره المشاريع. طيب هنا عندنا مجموعه بتاعه سيناريوز مطلوب منكم يا شباب ترجعوا للسلايدز المختلفة وتحاولوا تحلوا الاكسرسايز ده مع بعض، واللي هو مفترض نحدد فيه في كل واحد من السيناريوز ديل التايب بتاع البي ام او هو شنو، هل هو دايركتيف ولا كنترولينج ولا سبورتيف. طيب
المدير بتاع المشروع يا اخواننا داير يدير مشروع بمعزل عن البيئه المحيطه به وبمعزل عن المؤسسه اللي هو شغال فيها، في الغالب حيفشل. عشان كده احنا عندنا مقوله قاعدين نقول انه البروجكتس cannot be run in isolation، لا يمكنك انك تدير المشاريع بمعزل عن المؤسسه، بمعزل عن البيئه المحيطه بها. فواحده من الحاجات المطلوبه انك انت تو اندرستاند الاورجنايزيشن، يعني انت لو بدات تدير مشروع في اي مؤسسه لابد انك انت تفهم المؤسسه اللي انت شغال فيها. وعشان تفهم المؤسسه اللي انت شغال فيها ونحدد لك انك انت تفهم شنو، عندنا زي ثلاثة اشياء اساسيه لابد انك انت تكون اوير بها وفاهمه، اللي هو عندنا الانفايرمنتال فاكتورز، الاورجنايزيشن انفايرمنتال فاكتورز، العوامل البيئيه المحيطه بالمشروع، وعندنا الاورجنايزيشنال ستراكشر اللي هي البنيه الهيكليه بتاعه المؤسسه، وعندنا البروسيس اسيتس بالنسبه للمؤسسه. حنتكلم عن كل واحده منهم بالتفصيل ونشوف نحن قاصدين بيها شنو. طيب الاورجنايزيشنال انفايرمنتال فاكتورز فيها كميه من الحاجات، لكن انا حضرب جزء من الامثله هنا. واحده من الحاجات يا اخواننا الكلتشر، لابد انك تفهم الثقافه الموجوده او الكلتشر الموجوده داخل المؤسسه شنو. على سبيل المثال قد نتكلم عن الكلتشر فيما يتعلق بالموضوع بتاع الريسك، يعني هل المؤسسه دي هي ريسك تيكينج اورجنايزيشن ولا ريسك افيرس، هل هي مؤسسه دايره تخش في مشاريع فيها ريسك وتعريف للريسك شكله شنو، ولا هي مؤسسه ما عندها استعداد انها تاخذ تو تيك اني ريسك وبالتالي بنسميها ريسك افيرس اورجنايزيشن. وطبعا المؤسسات اخواننا زيها وزي الافراد، يعني زي ما احنا كاشخاص استجابتنا وتعاملنا مع الريسك وتعريفنا لها كذلك بيكون مختلف من شخص لاخر. مفترض انك انت تفهم برضو الريجوليشنز بتاعه الحكومه اللي عندها علاقه بالمجال اللي انت شغال فيه. يعني اذا انت شغال مثلا سوفت وير مثلا للبنك سيكتور للبنوك، لابد انك انت تفهم اللوائح الحكوميه اللي عندها علاقه بالبنوك اللي ممكن تاثر على المشروع بتاعك شنو. على سبيل المثال مثلا قد يكون البنك المركزي عنده مجموعه من اللوائح اللي بتحكم البرامج المفروض انها تشتغل في البنوك شكلها شنو، او اذا عاوز تشتغل مثلا اي بيمنت سيستم، عاوز تشتغل نظام بتاع دفع الكتروني، فلازم تفهم برضو الجفرمنت ريجوليشنز اللي عندها علاقه او البروتوكولز المفروض انك انت تلتزم بها ومطلوبه باي الجفرمنت انه تحققها انت من خلال اي مشروع شغال مثلا في الاريا بتاعه الاي بيمنت. لابد انك تفهم برضو الجيوغرافيك ديستريبيوشن بتاع المؤسسه بتاعتك، هل المؤسسه دي اللي احنا شغالين لها او اللي شغال فيها هل هي موزعه في مناطق مختلفه، المشروع المفروض انه ينفذ في مناطق مختلفه او في منطقه واحده، هل عندنا مكاتب في ولايات، عندنا مكاتب خارج السودان. ودي قد تساعدك كثير جدا بعدين في انك انت تستفيد من الموارد المتاحة داخل المؤسسة الاستفادة الكبرى. لازم تفهم برضو الانفراستراكشر، what is available داخل المؤسسة من ناحية بتاعة الانفراستراكشر. إذا أنت شغال مثلا في المجال بتاع software development، what is the tools that available في المؤسسة، الأدوات المتوفرة شنو. لازم تفهم برضو الhuman resources والcapabilities بتاعتهم اللي هي الموارد البشرية والإمكانيات بتاعتهم. فلازم تكون عارف إنه والله يا أخي قدر ما أنت كنت aware بإنه الامكانيات المتاحه من حيث الهيومن ريسورسز شنو داخل المؤسسه، كل ما ده ساعدك برضو في انك يعني تو يوتلايز او تستفيد من الهيومن ريسورسز دي اكبر استفاده ممكنه. لازم برضو تفهم الماركت كونديشن لانه قد يكون عندها برضو تاثير كبير جدا على المشروع بتاعك. يعني على سبيل المثال اذا انت عاوز تشتغل نظام مثلا بتاع تعليم الكتروني، فقد يكون الماركت كونديشن في السودان على سبيل المثال قد تقول لك والله يا اخي البرودكت الماشي مثلا هو النظام اكس او النظام واي، فاذا انت هتشتغل مشروع مثلا وعندك امكانيه انك تختار البرودكت المناسب، قد تختار البرودكت الماشي في السوق تو بيلد الاكسبيرينس بتاعته ويكون عندك فرص بتاع التسويق له مثلا مستقبلا مع كاستمر ثانيين، او مثلا عشان تلقى السبورت لقدام. فيبقى برضه الماركت كونديشن واحده من الحاجات المفترض انك انت تاخذها في الاعتبار. طيب عندنا البوليتيكال كلايمت الميك ديسيجن، البوليتيكال كلايمت يا اخواننا اللي هي المناخ السياسي داخل المؤسسه، ونحن بنتكلم هنا عن الديسيجن ميكينج كيف بيتم داخل المؤسسه، وبنتكلم عنها من ناحيه فورمالي ومن ناحيه انفورمالي، يعني من ناحيه رسميه ومن ناحيه غير رسميه. من ناحيه رسميه الاجراءات شنو، اذا انت دارت تتخذ قرار مثلا
او دار المؤسسه تتخذ قرار لصالح المشروع بتاعك، ما هي الاجراءات المفروض انك انت تقوم بها عشان تصل للقرار المناسب. وانفورمالي برضو انه كيف بيتم اتخاذ القرار، من ممكن ياثر على اتخاذ قرار داخل المؤسسه. واخواننا الحاجه قد تكون موجوده عندنا حتى في البيوت، يعني اقول لك والله يا اخي لو عاوز تقنع مثلا الوالد بموضوع محدد، اتس بيتر انك تتكلم الاخ الكبير مثلا في البيت، او والله حقه تتكلم مع الوالده في الاول او كذا. وداخل المؤسسات نفس الحاجه دي موجوده. في بعض الناس قد يكون عندهم تاثير كبير جدا على اتخاذ القرار، قد تكون انت محتاج تقنعهم في البدايه باي قرار قبل ما عشان فعلا يتم اتخاذ القرار اللي انت محتاجه لصالح المشروع، لانه في النهايه هتحتاج اثناء تنفيذ المشروع للسبورت بتاع المؤسسه باتخاذ قرارات في مراحل تنفيذ المشروع المختلفه. طيب عندنا الحاجه الثانيه المفروض تفهمها اللي هي organizational structure. organizational structure يا اخواني هنا احنا بنتكلم عن البنيه الهيكليه بتاعت المؤسسه، انه والله يا اخي المدير هو اكس ونائبه هو واي ومدراء الاقسام مين وكده. لكن بنتكلم عن النوع بتاع الاستراكشر بتاعت المؤسسه and how it can affect البروجكت بتاعك، لاي مدى ممكن تاثر على المشروع بتاعك. والتاثير بتاعه غالبا قد يكون في مستوى الصلاحيات اللي ممكن تكون ممنوحه للبروجكت مانجر او لمدير المشروع. جنرالي بصوره عامه نحن بنقسم المؤسسات من حيث الاستراكشر بتاعتها لثلاثه انواع رئيسيه. عندنا فانكشنال اورجنايزيشن، وعندنا بروجكت اورجنايزيشن، وعندنا في النص الحاجه المشتركه بيناتهم ممكن تكون هي الماتريكس اورجنايزيشن. طيب الفانكشنال اورجنايزيشن انه المؤسسه يتم بناء البنيه الهيكليه بتاعتها بناء على الفانكشنز اللي احنا محتاجين لها داخل المؤسسه. يعني نشوف المؤسسه دي احنا داخلها محتاجين لفانكشن شنو، وكل فانكشن بتبقى عباره عن ديبارتمنت او وحده داخل المؤسسه، والوحده دي بيكون عندها مدير بنسميه فانكشنال مانجر، والفانكشنال مانجر ده عنده ستاف تابعين له، وفي الغالب الستاف ده بيكون عندهم نفس الباك جراوند وهم فاهمين في نفس الاريا بتاعت الفانكشن اللي هم شغالين فيها. فيبقى حيكون عندي فانكشنال مانجر 1، فانكشنال مانجر 2 3 وهكذا. الفانكشنال مانجر ده قد يكون مثلا الحسابات، الثاني ده مثلا قد يكون التسويق، الثالث ده قد يكون مثلا الاي تي وهكذا. فيبقى كل واحد من الفانكشنال مانجر ديل بيكون مسؤول من فانكشن اريا محدده داخل المؤسسه، وبيكون عنده ستاف تابعين لهم. الفانكشن اورجنايزيشن دي اخوانا هي قد تكون من اكثر الاستراكشر المنتشر موجوده في المؤسسات. معظم المؤسسات قد تكون البنيه بتاعتها هي عباره عن فانكشنال اورجنايزيشن. هي عباره عن استراكشر سهله، ادارتها سهله، استراكشر مستقره ما بتحصل فيها تغييرات كثيره. الكوميونيكيشن فيها سهل برضو، لانه داخل كل فانكشن ديبارتمنت هنا الستاف ديل بتلقى الوحده من الميزات الموجوده انهم هم زي ار توكينج ذا سيم لانجويج، الليفل بتاعهم دايما بيكون متقارب، جايين من نفس الخلفيه. انا اصل اي تي حتى كانوا في النهايه ناس اي تي بيتكلموا بتاع نفس اللغه، لما يقول الداتابيز، لما يقول ميجريشن، كود ميجريشن، داتا ميجريشن وكده، في النهاية اللغة بتاعتهم واحدة، التواصل بيناتهم واحد وسهل، وطريقة الإدارة بتاعتهم كذلك بتكون سهلة. طيب في الفانكشنال اورجنايزيشن لما نتكلم نحن عن تنفيذ المشاريع في الغالب، لأنه حقول المشاريع بتجينا من الاوبريشن، حيتم تنفيذ المشروع within functional department أو function area محددة، وبالتالي حيحصل تنفيذه مثلا هنا. فحيقوم الفانكشنال مانجر إذا في مشروع يقوم يختار الستاف ده والستاف ده، يقول لهم والله انتوا تشتغلوا في المشروع المحدد. وقد يختار مثلا الستاف ده يقول له والله يا اخي انت البي ام، انت البروجكت مانجر لإدارة المشروع. لكن في الغالب الفانكشنال مانجر حيكون متدخل بصورة كبيرة جدا في إدارة المشروع، حيتدخل في إدارة البادجت وكده. والحاجة الثانية اللي حنلقاها هنا انه الستاف ده بما فيهم البروجكت مانجر هم ما مفرغين للمشروع، بمعنى انه هم عندهم اصلا اوبريشنال ورك، عندهم دي تو دي ورك هم قاعدين يقوموا به، فحيكون تنفيذ المشروع هو عباره عن جزء من العمل بتاعهم، فحيدوه نسبه من الزمن بتاعهم. يعني على سبيل المثال اذا عندنا قسم بتاع اي تي شغال الشغل بتاع السبورت العادي اللي هو بيقدم السبورت بالنسبه للمؤسسه، بيدير الاي تي انفراستراكشر داخل المؤسسه، وقامت جات حوجه مثلا لانه احنا نعمل نتورك جديده، فيقوم والله المدير بتاع القسم بتاع الاي تي يكلف علي وعمر وخالد، يقول لهم والله انتوا هتشتغلوا في المشروع بتاع
توصيل الشبكه الجديده، وحيمشوا يبدوا يشتغلوا فيها. فبالاضافه لشغلهم في توصيل الشبكه برضه حيقوموا ببعض الاعمال اللي عندها علاقه بالدي تو دي اوبريشن او الدي تو دي اكسكيوشن بتاعهم او الدي تو دي ورك، اللي هو عنده علاقه باداره الانفراستراكشر، بتقديم السبورت بالنسبه لليوزرز الى اخره. فيبقى هم بيشتغلوا بارشيالي او بارت تايم في المشروع بالاضافه لاعمالهم اليوميه. طيب الاستراكشر دي يا اخواننا هي اكثر استراكشر بيكون البروجكت مانجر فيها ما عنده صلاحيات كبيره على المشروع، وهو قد يكون دوره عباره عن منسق اكثر من انه هو عباره عن سلوية البروجكت مانجر يعني. والفانكشنال مانجر بيلقاه متدخل بصوره كبيره جدا في اداره المشروع. الحاجه الثانيه الموجوده هنا انه قد لا نستفيد من الموارد المتاحه داخل الشركه ككل استفاده مستفيده، بمعنى انه قد يكون في ستاف موجودين في ديبارتمنتس ثانيه وقد يكونوا مفيدين للمشروع بشكل او باخر، لكن احنا ما مستفيدين منهم. يعني على سبيل المثال في قد يكون شخص موجود في الحسابات لما نجي لموضوع تقدير التكلفه وغيره قد يكون هو مفيد مثلا في المشروع، وقد يكون من الافيد انه هو ينضم لفريق المشروع. الاستراكشر دي يا اخوان استراكشر زي ما قلنا مستقره. المشروع ده بعد ما ينتهي الستاف ديل حيرجعوا يشتغلوا العمل بتاعهم العادي الريجولار ورك او الدي تو دي ورك اللي كانوا قاعدين يقوموا به في الغالب. طيب عندنا الماتريكس اورجنايزيشن، والماتريكس اورجنايزيشن هي عباره عن ميكس او استراكشر موجوده في النص ما بين البروجكت اورجنايزيشن وما بين الفانكشنال اورجنايزيشن. طيب باختصار شديد الماتريكس اورجنايزيشن عندنا فيها ثلاث انواع، عندنا ويك اللي هي اول واحده حنتكلم عنها، بيجي بعديها البالانسد، وبتجي بعديها السترونج ماتريكس. طيب باختصار شديد الويك دائما هي اقرب للفانكشنال، يعني انت لما تقول ويك معناتها الاستراكشر بتاعتك دي قريبه خالص او اقرب للفانكشنال، ولما نتكلم عن السترونج انت حتكون اقرب لشنو؟ للبروجكت استراكشر. عشان كده انا كبير قلت لك انه الماتريكس دي هي موجوده في النص، موجوده ما بين الفانكشنال وموجوده وما بين البروجكتس، وهي ذاتها زي ما قلنا فيها ثلاثه. الاول هو الويك ماتريكس دي قريبه خالص للفانكشنال، وفي النص عندنا بالانس في النص كده بيناتهم، وعندنا الحاجه الاخيره اللي هي الاقرب للسترونج اللي هي اقرب للبروجكت استراكشر. طيب لو بتلاحظ ده شكل الاستراكشر بتاعتنا يا اخواننا نفس الشكل بتاع الفانكشنال، لكن التحسين الوحيد اللي بقى موجود انه لو عندي مشروع تم تنفيذه هنا داخل الديبارتمنت ده بنقدر نستفيد من الريسورسز المتاحه في الديبارتمنتس الثانيه. لكن القصه دي مع انها هي فيها ميزه انه قدرنا نستفيد من الريسورسز الموجوده في الاقسام الثانيه، لكن اضافت لي تعقيد ثاني اللي هو كيفيه اداره هذه الموارد، لانه هتلقى انه الاستاف الموجود هنا هو في النهايه ما بيتبع للفانكشنال مانجر اللي هو مسؤول من المشروع، او قد يكون متدخل في اداره المشروع بصوره مباشره، المسؤول منه هو فانكشنال مانجر اخر، وبالتالي تبقى عمليه التواصل قد تكون شويه طويله. اذا عندنا مشكله مع الاستاف ده عاوزين نحلها هيقوم يضطر البروجكت مانجر اذا كان ده البروجكت مانجر انه تو توك ويز هيز فانكشنال مانجر، عشان الفانكشنال مانجر تو ابروتش هيز كوليج هير فانكشنال مانجر تو، عشان الفانكشنال مانجر تو توك ويز الاستاف الموجود هنا. في العاده بيتم الاتفاق مع الفانكشنال مانجر زين انه يا اخي احنا عاوزينكم تدونا الاستاف ده اللي هو علي عشان يشتغل معنا في المشروع، بيدينا 30% من الزمن بتاعه. بتبقى برضه واحده من التحديات في هذه الاستراكشر انه كيف البي ام ده يتاكد بانه علي ده اداه ال 30% من الزمن بتاعه. طيب التحسين اللي حصل الان انه بقى في استفاده من الريسورسز اكثر، ما زي ما موجود عندنا في الفانكشنال اورجنايزيشن، لكن السيل في عدد من التحديات، نفس التحديات اللي كانت موجوده عندنا في الفانكشنال اورجنايزيشن. واحده من الحاجات الاساسيه يا اخواننا واللي يمكن احنا ما ذكرناها هناك في الفانكشنال انه احنا ما عندنا كارير باس واضح بالنسبه للبروجكت مانجر، يعني ما عندنا شخص احنا قاعدين ندربه وقاعد يشتغل وهو بيكتسب خبره عنده علاقه باداره المشاريع، ولانه ممكن المره دي نختار الستاف ده از بروجكت مانجر، ان ذا نيكست بروجكت ممكن يبقى ده هو البروجكت مانجر، النيكست بروجكت ممكن يكون في القسم ده ويكون الشخص ده هو البروجكت مانجر، فيبقى احنا وي ار نوت بيلدينج الاكسبيرينس بتاعت الافراد او الناس الشغالين داخل المؤسسه. طيب مشينا للبالانس ماتريكس اللي هي في النص، عملنا تحسين شويه، والتحسين اللي عملناه هو انه نفس الحاجات الموجوده في الاستراكشر السابقه، لكن بقى عندنا الان شخص معين از بي ام، يعني في زول شغلته الوظيفه بتاعته الاساسيه انه هو مدير مشاريع معين في المؤسسه از بروجكت مانجر، وموجود في القسم اللي ممكن يكون فيه المشاريع اكثر اللي هو في الحاله دي هو القسم ده. طيب يبقى لو نحن داينا ننفذ اي مشروع هنختار البروجكت مانجر ده هو
as project manager بالنسبه للمشروع. وده بالتالي بيخلينا انه نقول الاتي انه البروجكت مانجر لما تم تعيينه في الغالب حنكون اديناه صلاحيات اعلى، حيكون عنده تحكم اكثر، يبقى من الناحيه بتاعه اوثوريتي حيكون وضعه افضل، هو لانه عنده النوليدج برضه اللي عنده علاقه باداره المشاريع، لانه هو عارف التولز، لانه هو عارف التكنيكس. فبنتوقع بانه الاداء بتاعنا في اداره المشاريع حيكون بصوره افضل. طيب يبقى المشكله احنا حليناها هنا، بقى الان عندنا كارير باث واضح بالنسبه لشنو؟ بالنسبه للبروجكت مانجر. يبقى احنا وي ار بيلدينج الاكسبيرينس بتاعتنا. طيب السترونج ماتريكس التحسين اللي عملناه انه بقى عندنا بروجكت مانجمنت اوفيس، عندنا بي ام او. البي ام او ده هو مسؤول من البروجكت مانجرز. فيبقى لو الفانكشنال مانجر ده عنده مشروع داري ينفذه هيخد المسوده الاساسيه بتاعه المشروع، انزين البي ام البي ام او لانه كل البروجكت مانجرز هم تابعين له هيعين البروجكت مانجرز، انزين هياخد المشروع من هنا ولي قدام، وهيختار الريسورسز المتاحه الممكن تكون مفيده بالنسبه للمشروع اكروس الاورجنايزيشن او اكروس المؤسسه بتاعتنا، ممكن يكونوا موجودين في ديبارتمنتس ثانيه. طيب هتلاحظ هنا انه البي ام او هو بيتكون من البي امز الشغالين داخل المؤسسه، الليفل بتاعهم قد يكون بقى اعلى شويه لانهم ريبورتنج للمدير بتاع المؤسسه بصوره مباشره، وبيبقى الان علاج المشاكل الموجوده هنا الطريق بقى اكثر، ما زي اللفه الطويله اللي كانت موجوده عندنا زمان ما بين الفانكشنال مانجرز في الاستراكشرز السابقه. طيب الحاجه برضو اللي حصلت هنا انه البروجكت مانجر ده هيبقى فول تايم، يعني بيشتغل 100% في المشروع، لكن ستيل الستاف ديل هم بيشتغلوا percentage of their time في المشروع بتاعهم، قد يكونوا شغالين 30% يشتغلوا 70% على حسب الحوجة ليهم وعلى حسب الاتفاق مع الفانكشنال مانجرز بتاعهم. بقية الزمن بتاعهم هيشتغلوا في الاوبريشن بتاعتهم الطبيعية. وبالتالي في الحالة دي واحدة من التحديات الموجودة في كل الاستراكشرز السابقة نحن شفناها انه الستاف الشغالين في المشروع عندهم two reporting lines، يعني عندهم شخصين مسؤولين منهم، بيكون هو ريبورتنج للبروجكت مانجر هنا لانه شغال معه في المشروع، وفي نفس الوقت هو ريبورتنج للفانكشنال مانجر اللي هو مديره في القسم اللي هو مسؤول منه في الاعمال بتاعه الاوبريشن. وده بيخلي في تحدي كبير جدا في اداره الريسورسز في هذه الحاله. طيب الشكل الاخير عندنا اللي هو البروجكت اورجنايزيشن، ودي الاستراكشر المبنيه على البروجكتس، بمعنى انه المدير بتاع المؤسسه تحته بيكون في بي امز اللي هم ديل مدراء مشاريع، وكل مدير بتاع مشروع عنده الريسورسز التابعه له، الريسورسز دي شغاله في مشروع. لكن بيبقى السؤال المهم انه في الاستراكشر زي دي البروجكتس هي تيمبوري زي ما ذكرنا قبل كده، فهي مؤقته. طيب لما تنتهي معناتها المشروع ده قد يختفي، وبالتالي اللي صافي شغالين في المشروع ديل ما بكونوا عندهم وظائف دائمه داخل المؤسسه، فيبقى ما عندهم هوم داخل المؤسسه، مجرد ما المشروع ينتهي هم will be released او قد يتم الانتهاء او انهاء خدماتهم داخل المؤسسه. طبعا بالاضافه للبروجكتس حنكون محتاجين برضه لفانكشنال ديبارتمنتس زي الحسابات زي التسويق زي اللوجيستيك وغيره. وبنلاحظ يا اخوان الاستراكشر دي قد نلقاها موجوده بكثره مثلا في المنظمات اللي هي العمل بتاعها قد يكون مبني اصلا على المشاريع، والاستراكشر بتاعتها مبنيه على المشاريع، فالاستاف بيتم تعيينه على مشروع، مجرد ما انتهى المشروع بتبقى ما عندك وظيفه يعني. طيب هنا لو عايزين نعمل مقارنه سريعه هتلقى انه الفانكشنال من حيث البروجكت مانجر اوثوريتي بنلقاها بسيطه، لانه قلنا الصلاحيات كلها موجوده عند الفانكشنال مانجر. في الويك ماتريكس ستيل ات از لو، لكن لما نيجي للبالانس ماتريكس لانه بقى عندنا بروجكت مانجر فبنتوقع بانها تحسنت من لو تو مودريت. في السترونج ماتريكس لانه الصلاحيات موجوده عند البي ام او هو اللي بيدير المشروع، فبيبقى الصلاحيات الان الموجوده عند البروجكت مانجر بنلقاها انها فروم مودريت تو هاي، عنده صلاحيات عاليه جدا. في البروجكتايز اورجنايزيشن البروجكت مانجر عنده صلاحيات كامله على المشروع بتاعه، بيقدر يدير الاستاف بتاعه انه هو مسؤول من الريسورسز بتاعه المشروع بصوره كامله. طيب من حيث توفر الموارد بالنسبه للمشروع هنا بسيطه جدا، ليه؟ لانه احنا بنستخدم الريسورسز ويزين ديبارتمنت محدد. لما نجي في الماتريكس ستيل ات از لو، اتحسنت شويه لكن لسه ما بالمستوى المطلوب. في الماتريكس البالانس لانه البروجكت مانجر بيفتكر انه عنده السكيلز بقت عنده باور اعلى داخل المؤسسه فبقت من لو تو مودريت، وكذلك في السترونج بتبقى من فروم مودريت تو هاي لانه البي ام او بقت عنده صلاحيات اعلى،
هنا عندنا الريسورسز متوفرة لأنه بيتم تعيين الريسورسز ابتداء لصالح المشروع. منو اللي بيدير البادجت؟ منو اللي بيدير الميزانية بتاعة المشروع؟ عندنا في الاثنين لوائل الفانكشنال مانجر اللي هم في الفانكشنال وفي الويك ماتريكس. لما نجي للبالانس ماتريكس لانه عندنا بروجكت مانجر تم تعيينه في المؤسسه اصلا از بروجكت مانجر، بتبقى اداره البادجت عباره عن ميكس بيناتهم الاثنين. في السترونج ماتريكس لانه الفانكشنال مانجر بقى برا الصوره، فبتبقى الاداره هي بتاعه البروجكت مانجر وكذلك في البروجكتايز. طيب البروجكت مانجر رول الدور بتاعه هنا بارت تايم وهنا بارت تايم، لانه هو برضه احنا ذكرنا انه في الفانكشنال وفي الويك ماتريكس هو ما معين بروجكت مانجر، فبالتالي هو عنده اوبريشنال ورك، عنده عمل ثاني مفترض انه يقوم به، بالاضافه الى العمل الاخر ده هو حيقوم باداره المشروع، فيبقى دوره هو عباره عن بارت تايم ما بصوره كامله. لكن ابتداء من البالانس ونحن ماشيين لقدام حنلاقي انها هي فول تايم، لانه ابتداء من البالانس بقى عندنا وظيفه اسمها بروجكت مانجر. الستاف اللي بيساعده في اداره المشروع الادمنستريتيف ستاف حنلقاهم كلهم بارت تايم، لكن ابتداء من السترونج والبروجكتايز حنلقاها فول تايم، لانه في السترونج عندنا البي ام او قد يساعد في اداره المشروع، لانه في البروجكتايز اصلا كل اللي الستاف الشغالين في المشروع هم شغالين فول تايم. طيب مطلوب منك الان تقوم تاخذ الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاعت كل واحده من الاورجنايزيشن ستراكشر، ميزاتها وعيوبها شنو، وعاوزين برضو نشوف او عاوزينك تجاوب الافضل شنو بالنسبه للمشروع او لاداره المشاريع. هنقف في الحد ان شاء الله ونلتقيكم في المحاضره القادمه، نواصل ما بداناه من حديث حول فهم المؤسسه الشغال فيها المشروع، وحنبدا بالبروسيس اسيتس. في امان الله.